الجد الأكبر للعائلة المالكة في بريطانيا، الابن غير الشرعي لروبرت الشرير، شاب ذو أصول فرنسية دخل إنجلترا غازياً. لم يكن إنجليزياً، لكنه افتك عرشها بالقوة. منذ سن الثامنات بدأ في مواجهة العقبات التي تلت وفاة والده. دعمه ملك فرنسا هنري الأول، واستطاع التغلب على المؤامرات المحاكة ضده. نهايته وفاة مأساوية، لم تقبل الأرض جثمانه، ونبش قبره لثلاث مرات. ويليام الأول أو ويليام الناغل، أول أفراد سلالة العائلة الملكية البريطانية. عزيزي المشاهد، نحن نبذل جهدنا لتصلك معلومات مفيدة وموثوقة، يمكنك الاستفادة أكثر بمجرد الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. 1028، بلدة فاليس، منطقة نورماندي الفرنسية. روبرت العظيم أو روبرت الشرير، دوق نورماندي، يرزق بمولود من عشيقته هيرليفيا، ابنة دباغ للجلود. رغم أنه ابن غير شرعي، إلا أن نبلاء نورماندي قد تنازعوا على وصايته ليتمكنوا من الحكم عن طريقه، ذلك أنه كان الوريث الوحيد بعد وفاة والده. سمي دوق نورماندي وهو في سن الثامنة. شهدت فترة حكمه الأولى فوضى ونزاعات عدة للحصول على الحكم. حاول ملك فرنسا دعمه حتى 1060، ولوضع حد لاشتداد الفوضى والقتال، قلل ويليام ناغل من أعداد أيام السنة التي يسمح فيها بالقتال، وهو ما يعرف بهدنة الله. إلى عرش إنجلترا. بعد وفاة إدوارد المعترف به كملك لإنجلترا وبغياب من يخلفه في الحكم، تنازع على العرش كل من ويليام دوق نورماندي، وهارولد الثاني ملك إنجلوساكسوني، وهارولد الثالث ملك النرويج. ولكن تم التصويت على تعيين هارولد الثاني ملكاً على إنجلترا في 1066، ولم تعجب النتيجة أياً من منافسيه، حتى بدأت شرارة النزاع في الاندلاع تدريجياً. تربط ملك إنجلترا الراحل صلة دم ضعيفة بويليام ناغل، ولكن ذلك لم يمنعه من المطالبة بأحقية العرش، فادعى أن إدوارد الراحل كان قد وعده بخلافته في إحدى زياراته له، ثم أكد على أن هارولد الملك الحالي كان قد أقسم بالولاء لويليام عندما أنقذ إحدى سفنه. رأى في هذين النقطتين سبباً كافياً ليكون صاحب أحقية العرش، فقدم ادعاءه إلى البابا ألكسندر الثاني، وحصل بذلك على الدعم البابوي. غزو إنجلترا. كان ويليام ناغل مقتنعاً بأنه صاحب حق، فبدأ بتطبيق مقولة الحقوق تفتك ولا تهتدى على طريقته. شكل مجلساً للحرب وجمع الجيش النورماندي، تكون أسطوله من 696 سفينة وحلفاء من بريطانيا وفرنسا ومستعمرات في إيطاليا. في الجانب الآخر استعد هارولد الفائز بعرش إنجلترا، فجمع جيشه وعدداً كبيراً من السفن لحماية القناة الإنجليزية. استغرق وصول ويليام 8 أشهر، ولكنه استطاع المحافظة على تماسك وقوة جيشه. توقع ملك إنجلترا معركة مع ويليام ناغل، ولكنه فوجئ بجيش المنافس الثالث هارولد ملك النرويج، فغير خططه ودارت بينهما معركة 1066. استطاع ملك إنجلترا إزاحة أحد أعدائه، ولكنه لم يفلح في تحقيق نفس الانتصار مرة أخرى على ويليام ناغل. معركة 9 ساعات. أقصى مدة لمعارك تلك الفترة كان لا يتجاوز الساعتين، على عكس معركة هاستينغز التي استمرت ل9 ساعات، وهو ما يدل على إصرار المتنافسين على الفوز. رغم تساوي عدد الجنود من الطرفين، فقد شكل سلاح ويليام من الفرسان والمشاة والرماة الفارق في حسم النتيجة، فألحقت خسائر فادحة بالجيشين، وقتل هارولد آخر ملك إنجلوساكسوني لإنجلترا في ساحة الحرب، لتحسم المعركة بانتصار ويليام الناغل وفرار الجنود الإنجليز. الزحف إلى لندن.
عوض أن يحصل ويليام ناغل على الاستلام الرسمي للعرش، أعلن مجلس النبلاء الساكسوني شاباً آخر ملكاً على إنكلترا. أثار ذلك غضب ويليام واتجه إلى لندن. بدأ ويليام ناغل في السيطرة على مناطق مهمة هناك، مثيراً بذلك الخوف في قلوب الإنجليز. هجم لندن من الشمال الغربي وعبر نهر التايمز حتى وصل في ديسمبر إلى بيركهامستد. وقبل تتويج الشاب الجديد ملكاً، وصل جيش ويليام وقضى على تمرد النبلاء. تنازل له إدغارد أثيلينغ عن العرش، وأعلن أخيراً ويليام فوزه بعرش إنجلترا. وأول خطوة قام بها كان تغيير اسمه إلى ويليام الفاتح، متخلصاً من اسم ويليام الناغل الذي أعطي له كابن غير شرعي. تم تتويجه ملكاً في 1066 بكاتدرائية ويستمنستر يوم عيد الميلاد، ويلقب بويليام الأول، معلناً بداية سلالة ملكية بريطانية جديدة. نهاية مأساوية. يقال أن ويليام الأول قد عرف بشراهته حتى زاد وزنه بشكل مبالغ فيه، وفي إحدى معاركه ضد ابنه روبرت وقع عن ظهر حصانه واخترق السرج بطنه. أمضى 6 أسابيع يحتضر إلى أن توفي في 9 من شهر أيلول 1087. قطع جثمانه مسافة 100 كيلومتر من أجل دفنه، كما شهدت مراسم الدفن تأخيرات بسبب نشوب حرائق بالمنطقة. كل ذلك سبب تحلل الجثمان وامتلائه بالغازات. لم يتمكنوا من إنزال جثمان داخل القبر بسبب انتفاخها، وانتهى المطاف إلى انفجار أحشائه والإسراع في مراسم الدفن. ولم يرقد ويليام الأول بسلام حتى بعد هذا الدفن المريب، فقد تم نبش قبره ل3 مرات متتالية، كانت الأولى على يد روما، ثم على يد الكالفانيين، وأخيراً خلال الثورة الفرنسية، أمر شبهه البعض بلعنة ما طاردته حتى بعد وفاته.